مرحبا، يعطيكم العافية. احنا الآن سايقين في بارك جاتينو. هذا البارك يعتبر من أكبر الباركات الموجودة في المنطقة في جاتينو أوتوا. اسمه بروفينشال بارك، تابع لمقاطعة كيبيك. however أهل أوتوا والناس من كل المقاطعات تيجي عليه لجماله، خاصة في فصل الخريف. يعني فصل الخريف اللي انتم شايفينه هذا بتحول إلى حديقة ألوان بالمعنى الحقيقي، الألوان الخضراء، الصفراء، الحمراء، البرتقالي، حتى الأسود. الأشجار هاي بتعطي لون مش طبيعي في الخريف. إذا صح لنا فرصة إن شاء الله بنيجي بالخريف بنعملكم فيديو عن هذا المكان. طبعا يعتبر هذا المكان من أجمل الأماكن للتنزه والسياحة والبايكينج. زي ما انتم شايفين الناس طالعة ونازلة، معناها طلعة، احنا عم نطلع طلعة، هنطلع لأعلى مكان في هذا البارك. من تقريبا الساوث انترنس لهذاك المكان في حوالي 18 كيلو متر. هنورجيكو في كتير تريلز، في أماكن كتير تسوي فيها باربيكيو. في جوا الحديقة هاي عدة ليكس أو بحيرات ممكن تقعدوا عندها تسوي باربيكيو وتستمتعوا أنتوا وأولادكم. وفي الحقيقة في تريل كتيرة، هنورجيكم اثنين اليوم منهم لأنهم هدول أجمل وأهم تو تريلز موجودين. في جوا الغابة هاي المكان اللي كان ساكن فيه رئيس الوزراء ماكنزي، وبسموه ماكنزي ستيت، كان بيته. منطقة جميلة جدا تو ريلاكس تو انجوي. طبعا انتم سايقين بدكم تنتبهوا لانه القانون هون في اوتوا وجاتينو انه البايكس لازم تبعد عنه متر لما تشوفه موجود جنبك في الطريق. اذا ما قدرت بدك تضلك ماشي ورايحين على اول تريل اللي هو بينك ليك تريل. هذا من اهم التريلز الموجوده، حورجيكم كيف انتم تدخلوه وتمشوه. حاعطيكم اللوكيشن تبعه برضه، سهل جدا وفيري نايس تريل. زي ما انتم شايفين درجة الحرارة يمكن برا 30، هون بتنزل دايركت 25. البينك ليك مشهورة لأنه فيها طبقات من الماء، وهذا بتغير أنواع الأسماك اللي موجودة فيها. وهي من مش أكبر واحدة بس من أكبر البحيرات الموجودة في جاتينو بارك. زي ما حكيت لكم ليش بتغير النوع، هي بحيرة تختلف عن باقي البحيرات لأنه فيها اختلاف وتوازن في كمية الأكسجين، فعشان هيك تختلف. شايفين اللون بيختلف اختلاف كلي عن طريق وقت الشمس، وقت طلوع الشمس. التريل بيبدأ من هون زي ما انتو شايفين، وبلف حوالين كل البحيرة حوالي 5 كيلومتر وبترجع هون. Very nice trail. The trail. شوفوا نقاء الماء، هاي بحيرة. وهذا هاد مخرج. شايفين الناس، هاد مخرج للتريل. هذا بيت رئيس الوزراء السابق ماكنزي كينغ. هذا الكوتج اللي كان صيف فيه، طبعا هو الان ممتلك للحكومة. هذا منطقة جميلة جدا جدا، يعني الواحد هيك يقدر فيها مع عائلته يجوا يتغدوا.
كوتج. هذا مبنى اللي كان عايش فيه. مبنى جميل جدا. جدا جميل. تعمل ريلاكسيشن بيكنيك. هذا التريل الثاني اللي حكيت لكم عنه اسمه Waterfall Trail. هو بالدخل اللي بعد ماكنزي ستيتس. حط لكم الكوردينيشن تبعته اذا مش ما لقيتوه، سهل جدا تلاقوه. بس تنزلوا راح تلاقوا زي ممر او خندق تحت الجبل، بتدخلوه حوالي 10-15 متر، بوديكوا الى التريل نفسه، بضلكوا ماشيين لا يمين ولا شمال، سهل جدا. ممكن تروحوا مع اولادكوا. اخر هذا التريل بتلاقوا الشلالات. تلاقوا هاي التحذيرات في كل مكان في البارك انه في دببة سوداء، فاحذروا. stay calm make noise walk away، احسن شغلة تسويها. واحنا راح نكون في اعلى نقطة في جبل جاتينو اللي هي اسمها شامبلين لوكال. هذه المنطقة جميلة جدا، بتطلع على سهل اوتوا وجاتينو، بتشوفوا نهر اوتوا. هلا حورجيكم اياها ان شاء الله تستمتعوا في هذا المنظر. شايفينه قدامنا، هذا هو المنظر الجميل الرائع. هذه غاد اوتوا، هذا نهر اوتوا، وهي جاتينو. هذا منظر خيالي خرافي. هون في تريل كمان، بس هذا طويل شوي وصعب. اذا الشباب موجودين يتفضلوا، اذا معهم عوائل واطفال لازم يكونوا عارفين انه هذا التريل شوي طويل. و عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.